خدوش كالعادة كل ما تتعدى قدام دار زينب لازم تهز راسها وتنسنس. في العادة زينب هاللقيت تبدأ من بوتيك لبوتيك، عجب هاي في دارها. وللأنيسة كي سبة شادة بلاصة في العادة ما تركحش، وسماح مستنسة جنب الفيانسي متاحة ما تتحركش. ياخي شصار؟ هاوش صار؟ الفيكس يتحرك وبدل حياة العباد، وجديد متاع اتصالات تونس هو الفورفي إليميتي للفيكس في الديار الكل. كلام الفيكس حكاية ما تفاش. اتصالات تونس على خاطرك نقدمه.